عارف مثلا شي واحد ما يسولش عليا حتى شي واحد. المهم على اي هذه هذا المشروع في اعلان هذا الشراء في خروق وهذاك سميتو كنا كنقلبوا عليه الباب ما بقاش عطيوه الملحق كاين الملحق كاين ولكن ما عندوش شي سميتو ما عندوش شي ما مسني ما عندو رقم انا ما عندو حتى حاجه. المهم على اي هاد المشاريع خرجات في واحد الوقت ما نصوتيش عليه انتوما في الماجستير. انا ما كنتش نحضر للدورات انا كان عندي مشكل مع الرئيس سلام عليكم تتهميني تقولي لي راه حتى كنتي انا كنت مقاطع مع دابا قلت لك انا ما كنتش نحضر الدورات ما عارفش انا هاد الملحق واش كاين ولا ما كاينش. اللي كنت نحضر ليه في ذاك الوقت ان المشروع خرج للوجود خرج في مارشي خرج في لي جورنو تعطى المارشي شداتو شركه هما كانوا خدامين بهاد سميتو من اجل الانتخابات. هذيك الساعه كانت الانتخابات البرلمانيه وكان عندنا موسم هنا موسم ديال الصن كان موسم هنا جاو كنقولوا للناس يا ودي راه لا بغيتو سميتو ما تحضروش مواضيع في الموسم راه غادي نشدوا هذا المشروع. مشاو جابوا مواضيع عرفتي ديك السياسه خبط لي ندير ليه جا مواضيع شدوا الناس الله يكبر داك الشيء ديال ولاد الجاع ديالنا الله فاش حيدوه خرجوا سميتو اين متبعي فيه راه كان واحد حاضر راه عقلتي على الكوبي كولي عقلتي عليا يا تسي بغير تمشيو عند العام كلام كسي عمي راه غادي يعرف اللي غادي اللي بغى يعرفوا راه يعرفوا راه يعرفوا راه يعرفوا انا كنت شي شنو ما عطيتك انا كنت شي سلم واش شويه واش يسلم سلاس واش سلم واش يسلم خلي داك الشيء مستور ما نوضحش فهمتي خلي داك الشيء مستور ولا بغاني نوضح نوضح وضح ماشي انتوما اللي غتقولوا لك هو المسؤول اللي معني بالامر قول لي وضح نوضح قول الرئيس وضح على اي واش انا ماشي تاي قول لي وضح الرئيس قول لي سنت دابا سميتو قفصوا داك المشروع حيد ما خلينا في الغالب تما غادي جاي العماله على الدعيه هذه بالعفو راه كان حاضرين معنا شي بعدا مشينا تماك ما تلاش بالينا داك الشيء الاساس شويه ويجي الحال كمان عندنا مشينا عند العام المراكي معاه وجا عندنا الحاج كمال وهو يقول لنا بالحق ولاد حسون والله الا شديتو شي حاجه ولاد نجاح والشفار غادي ياخذوا شي حاجه من تما هو تقبر داك الشيء ما بقاش بيه. اما تسولوني على ملحق ولا شي حاجه ما كاين لا ملحق لا حتى حاجه. بغات ديروا الاجراءات ديروا الاجراءات وباصوا اللي بغا سميت وهي غادي تنوض فيها حوايج اخرى عزيز الله يعاونكم لا فهمتي ما كنت على هاد الحلال وانت غادي تمشي وغتقول لهم كتابة غتقول لي عطينا الملحق ما بغاوش يعطوك الملحق كاتب السيد العامل ما بغاوش يعطوك السيد العامل سير مجلس الحزاب لا انت مالك لا انت مالك لا انت مالك لا انت مالك بكل بساطة بكل بساطة مجلس كاع نتصرف معاه بغيتي نسني ثاني دابا نسني بلا غاتسيب معنا دابا حتى تفضل تفضل توضيح الاخ المستشار
للاخوه الاعضاء راه كانوا تيتوصلوا بجدول الاعمال يعني راه يوضحوا لنا بوضوح ما كاينش الحق لا مجايدات لا مغالطات لا باينه وجيد نعاود ثاني هذا اخلال المسؤوليه السياسيه مش واحد يقول ما كسر حدا الدورات هكا راه اخلال راه خليتي المسؤوليه ديال السياسيه ديالك والثقه اللي عطاك المواطن انك تمدلو تدافع عليك هادشي اللي تعنطر علينا هنا كان بالارض انا الاخوان غنمشيو للتصويت باننا نحن مثبتين بالبحث حالي البوسكري الباقي حاس معطي معانا فتحوا شكون يضبط؟ شكون يضبط؟ شكون ممتنع؟ لا ممتنع ما ضبط، ما بغيتش يضبط. صافي. تعطيتي العيب اللي قلتي لنا حنايا مصوتين على سلام
وشات اسمه المشاميات ولا بالي يولي سفر الخري خضر الجناوة خضر الشهر إذا الخبري ما باش أقول بحثي في الاتفاقية ماشي ما بتوها دوعك بحثي في الاتفاقية.